قرأت كتاباً أمس عن العمل التطوعي، وأريد أن أسألك عن أشكال الأعمال التطوعية. هل التطوع بالفعل له أشكال مختلفة؟ هذا سؤال جميل. بالطبع توجد أشكال مختلفة للأعمال التطوعية، فهناك تطوع شامل، وهذا يعني التفرغ التام، وهناك تطوع قصير الأجل، وهو مرتبط بإنجاز مشروع أو خدمة معينة فقط، وهناك تطوع من أجل اكتساب الخبرة. ما هو التطوع لاكتساب الخبرة يا جدي؟ هو أن تقوم بالتطوع داخل مؤسسة أو شركة، حتى لو كانت ربحية ولكن بدون أجر. يكون تطوعك فيها لاكتساب الخبرة والمهارة والتعلم. وهل هناك أشكال أخرى للتطوع يا جدي؟ نعم يا برحي، هناك التطوع الخيري، وهو التطوع في إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في خدمة المجتمع، وأيضاً التطوع الحكومي الذي يكون داخل مؤسسات حكومية تطلب متطوعين لإنجاز خدمات للمجتمع. إن العمل التطوعي مهم جداً يا جدي، وأشعر أنه يمنحنا الشعور بالرضا. بالتأكيد هو كذلك. وعلى ذكر حديثنا الآن، قد حدثني مدير مؤسسة مملكة الطمور لخدمة المجتمع والبيئة لأشكل فريقاً متطوعاً لجمع التبرعات لبناء المستشفى الشامل الجديد. هذا رائع جداً! مملكة الطمور تحتاج مستشفىً شاملاً بشدة. أنا أريد أن أكون في هذا الفريق المتطوع يا جدي. بالتأكيد، كلكم سيكون لكم دور في هذه الحملة، فنحن سنعمل على عدة محاور لجمع التبرعات وبناء المستشفى الشامل الخاص بمملكة الطمور. أنت حقاً الأفضل يا عاشقة الأزياء، أنت صاحبة أفضل بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي. شكراً لمتابعتي الراقية من مملكة الطمور، وأنا بالطبع في انتظار الهدايا الرائعة التي تقدمينها لي. بالطبع يا عاشقة الأزياء، سأرسل لك المزيد من الهدايا. كيف حالك يا دجلة؟ وماذا تفعلين هنا؟ لقد انشغلت قليلاً وأنا أتابع بث عاشقة الأزياء المباشر. استمع إليها فإنها رائعة جداً. غداً أيها المتابعون الرائعون، سأريكم أحدث الصيحات التي تم طرحها في الأسواق. كلنا في انتظارك يا عاشقة الأزياء. وأنا في انتظار هداياكم أيها المتابعون الرائعون. وها هي هدية بألف عملة نقدية من أجلك يا عاشقة الأزياء. ألف عملة؟ ما هذا الذي تفعلينه يا دجلة؟ وكيف تضيعين مبلغاً كهذا بهذه الطريقة؟ وما الخطأ في ذلك؟ إن هذه هي مدخراتي، ولي الحرية في التصرف فيها. هناك أشياء أخرى أولى أن تضعي فيها هذا المبلغ يا دجلة، وبالطبع في النهاية أنت تملكين الحرية. هل سنذهب إلى طمور وبرحي يا دجلة؟ أتابع عاشقة الأزياء يخنازي، هذا موعد بثها المباشر وأنا كنت أنتظرها. وهل الوقت مناسب لهذا يا دجلة؟ نعم، إنه وقت مناسب لي يخنازي. أنا في انتظار دعمكم أيها المتابعون. أمنحك 500 عملة يا عاشقة الأزياء. ألا ترين الحملة الموسعة التي تقوم بها مملكة الطمور لبناء المستشفى الشامل لأهل المملكة؟ كيف تنفقين مالاً كهدايا على منصات التواصل وهناك مرضى يحتاجون المساعدة؟ ما كل هذا الذي تقوله يا خنيزي؟ أنا من متابعي عاشقة الأزياء المميزين، وهذا يضعني في مكانة مرموقة لدى منشئ المقاطع المصورة على كل المنصات الإلكترونية كما ترين يا دجلة. تفضل أيها المدير، هذا ما قمنا بجمعه من أهل المملكة حتى الآن. شكراً لكم، شكراً على هذا الجهد الكبير الذي تبذلونه. نحن لم نفعل إلا الواجب أيها المدير. هذا رائع جداً، وفقكم الله أيها الصغار. دجلة يا جدي لا تكتفي بتضيع وقتها على مشاهدة المقاطع المصورة والبث المباشر، بل ترسل الأموال كهدايا إلى أصحاب هذه المقاطع. لقد أرسلت 1000 عملة نقدية دفعة واحدة عندما كنت أجلس معها. ماذا؟ هل فعلت هذا حقاً؟ نعم يا جدي، وقالت لي إنها تملك الحرية، وأنا لم أرد أن يحتدم بيننا خلاف، فتركتها وغادرت.
كأن دجلة لا ترى الذي يحدث حولها يا جدي. هذه مشكلة كبيرة ويجب أن نجد حلاً لها. يبدو أن الأمر خطير حقاً. أريد أن أشكر من اشترك منكم في حملة الدعم التي قامت بها مملكتنا لبناء المستشفى الشامل الجديد، فأنا حقاً فخور بكم. فقد قامت مملكة الطمور بوضع حجر الأساس وبدأ العمل بالفعل. هذا رائع جداً يا جدي. ولكن هناك شيء يجب الحديث فيه، وهو يخص دجلة. يخصني أنا؟ هذه الأموال التي تهدرينها في مكان غير مكانها، وعدم حرصك على تقديم المساعدة بجوار زملائك. أنا يجب أن نستخدم التكنولوجيا في أشياء مفيدة أيها الصغار، فمن حظكم أنكم تملكون خيارات كبيرة تستطيعون استغلالها في شيء مفيد. يجب أن تتابعوا ما يفيدكم علمياً ومجتمعياً وثقافياً ورياضياً وغير ذلك من الأمور النافعة. معك حق يا جدي، بالتأكيد سنفعل هذا. وأنت يا دجلة، يجب أن تغيري هذا السلوك الخاطئ الذي فعلته، ويجب ألا تهدري المال هكذا. أشعري بقيمة المال وأنفقيه فيما يستحق، فإن الله سيسأل المرأة عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. آسفة يا جدي، لن أفعل هذا مرة أخرى. أتمنى هذا يا دجلة. وأخيراً أيها الصغار، يجب أن نتعلم من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث يحثنا على مساعدة الآخرين والشعور بهم، ويجب أن ننفق مالنا في أشياء مفيدة. إن لم تكن لنا فلتكن لمجتمعنا وبيئتنا.